اهلا وسهلا بكم اخواتي خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانين. اليوم غادي نبارطاجي معكم العمل الثاني ديالي. هاد العمل بعيد عليا صراحه ب 20 دقيقه بالطوموبيل، يعني كيوصلني الزوج ديالي. ديما انا كنخدم حتى لورا 4 العشيه. المهم هنايا هاد الخدمه كتجيني شويه صعيبه لانها فيها بزاف ديال الغبره. خدام انا في لابو ديال الناس اللي كيصايبوا الفم او الفم بالقبص، وما نعاودش لكم، راكم عارفين الا كانوا كنجرو داكشي راه الغبار يا نايضه في السما في الارض. وصافي قلت لها انا مقدرش على هاد الخدمه حيت هي الحساسيه وفي الدقه. قالت لي نشوف لك شي خدمه اخرى. قلت لها ما نخرج من هادي حتى نشوف شي خدمه اخرى. المهم هنا غدا الخدمه ديالي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتدعموني باللايكات ديالكم والهلي خطيكم عليا البنات. غادي ندير لكم فيديو خاص فيه بزاف معلومات، لا على هذا الفيديو لا على ذاك الفيديو. كانوا جاوني بزاف الاسئله في الفيديو اللي قبل، كيفاش خدمتي، شحال كتخلصي، امتى كتخدمي. المهم هادشي كامل غادي نجاوب عليه في فيديو خاص ان شاء الله. المهم البنات انا ديما كنبدا مره مع 4:30، مره مع 5، مره 5:30، كل مره ومعاش. المهم هنا في الطريق غادي موصلني راجلي الله يحفظه ليا ويخليه ليا. بنات اول حاجه كنديرها ملي كنجي كنخشي الساروت وكنحل الريال. كنحل الباب كنحيد الالارم. كنحيد هما ملي بغاو يخرجوا داروا الالارم، انا كنحيد الالارم عاد كندخل حتى ما حيتاش تبقى تغوت وكندخل. شحال تروح كي سخن هنا في الخدامه. هذه هي اصعب خدمه عندي حيت انا فيا حساسيه وفيا ازمه. كنتخنق واحد شويه ولكن ماشي مشكل. مهم بالنسبه لهاد الخدمه اللي خدامه فيها انا كيصايبو هكا هاد الفم والقبص، باش كيصايبو هاد الشيء هو اللي هو اللي ضرني. ملي كنحبو ملي كندخلو انا كنحبو انا كنحنحن. مهم غادي نمشي نحيد الجاكيطه ديالي. صافي ما معايا حتى شي واحد، وقبل ما كندخل كنسورت عليا الباب هذا اللي كاين. المهم في العاده رد البال حاجاكم للطواليطات. البنات اللي قالوا لي سناء خدمي بالليقات، ما كنعرفش نخدم بهم، ومي كان سالي ضروري كندير الكحول في يديا وعاد كنمشي، ما كنقدرش نخدم صراحه بالليقات وهذا اللي كاين. مهم عندي هاد البلاصه هادي فيها كاع داكشي اللي كنحتاج. يعني الا خاصو سميتو خاص جفاف وخاص ميكات وهذا هديك. بون كنمشي لهاد البلاصه هنا باش كناخد جفاف وكذا. كاين هنا كلشي كناخدها. هادي فيها صغير ورشتو شي بحال كناخذ هذا. كناخذ واحدة نقية، هادي خاصة غير بالتواليت، وهاد الزرقاء خاصة بهكا البيرويات وكذا. كناخذ جفاف نقي هكا. ناخذ هاد الشطابة هي باش كنشطب. هادي كنبدا بيا الاولى تشطب هو الاول في هذا الشيء كنحطو هنا. الشفاف خديتو، دابا غادي ناخذ البالة حيت هي اللي غادي نجمع بها هذا.
صافي كندخل داخل وكنعمر كلشي. صافي هذا الشيء هو اللي غادي نحتاج انا من هنايا. كنخرج نسد هاد البلاصه حتى نرجع لها. المهم خليكم. المهم كيف العاده اول حاجه كنديرها وهي كنخوي لي بوبيل. صافي البنات كنحاول نشطب كل شيء، يعني البلاصه كامله، نحيد البيرون نشطب ونرد، نحيد الكرسي نشطب ونرد الكرسي لبلاصتو. مي غنكمل الشطاب غادي نمسح دوك اللامبات من الغبره حتى هما. مي كنشطب راه كنجر بزاف ديال الغبره ديال القبص، كنخدمو بقبص وبالشمع. ونعاودش ليكم الصراحة باز ليهم وقدروا هما ما يستحملوا، يمكن هما هذيك الغبرة راه سكنوا فيها. راك عرفت راه كنخرج شعري حوايجي كلشي عامرة بالغبرة بيضة. مي هنا غادي نحاول نشطب كلشي. شوفوا شحال شطبت هذاك الشي كامل.
غبره بيضه بحال الدقيق، بحال الدقيق صافي. غادي ندوز نجمعها بالبالة نورمال. انا كنخدم بسميتو بالكمامه وبواحد النضاضر، نسيتهم اليوم، اديتهم معايا الخدمه الاخرى ونسيتهم. الخدمه الاخرى كنديرهم في التواليت صافي. هنايا كنحط هاد الميكات، هاد الميكات كنحطهم هنايا، كيجي واحد السيد هو اللي كيخرجهم، انا ما كنتكلفش بيهم صافي، غير كنعقدهم وكنقادهم وكنحطهم تمايا وصافي. وهنا غادي ندوز باش نمسح اللامبات. صافي هنايا جففت هاد البلاصه والتواليطات وكل شيء، بدلت النفايات، هذوك الصبابط ما كنقربش ليهم ديالهم صافي. هنايا سيق التواليط، زدتهم بابي تواليط اللي ها حطيته ليهم حيت كان قرص عليه. هنايا حتى هو زدتهم، درت لهم ثلاثه هنا وثلاثه هنا، هذه فيها غير جوج، عاد غادي نزيد واحد. المهم جففتهم، قاديتهم، مسحتهم وكل شيء، ودابا غادي نمشي باش نجفف هاد البلاصه كاملة. صافي هنا جففت قاعة الاستراحة كلها، جففت هنايا، جففت الداخل كاع، خصني نرجع هذا لبلاصتو. هنايا حتى هو جففتو، جففت هنايا داب ديال المدير، انا مكيصايبو السنان هنا، هادي إدارة زعما. و صافي جففت هادشي كامل، هداك البيت هو جففتو. شنو باقي ليا؟ صافي هنا كنقول لكم بانني كملت كل شيء، جففت كل شيء، كندير كونترول وصافي باش نشوف الا كانت بقى شي حاجه. ممكن هادي اسبيراتور ديالهم كبيره. صافي هنايا ساليت نورمال بلا رمضان، مي كان سالي هاد الوقيته كندير ليا قهيوه، ولكن رمضان كنجلس نستراح. انا ضروري خصني نقيد بانني جيت، نقيد سميتي وندير كروه على داكشي اللي درت. ساعه طحت واحد الستيلو ما نعاودش لكم، خاوي ندير تو صايم، بقيت شحال وانا كندير بيها هاد، كتب ليا. المهم هنا كتبت سميتي ونجلس نستراح، كنتسنى في انجيليك تجي،
باش تعطيني واحد البواطه ديال الكمامات. قالت لي جيبي لي بواطه ديال الكمامات، قالت لي انا نجيبها لك عامره، وكنت كنتسنى هنا باش تجيني عاد غادي نصيفط لي راجلي ميساج يجي ليا. ايوا هذا اللي كاين، هذا اللي كاين تح هاد البلاصه اللي كتجيني شويه واعره. علاش؟ حيت فيها الغبره، هذا اللي كاين. اما ميناج ما جاني الصايب، حيت ميناج كنديرو في داري. داكشي اللي كندير في داري راه هو اللي كديريه هنايا، راه زيد على شي حاجه وصافي. حتى في دارك كتشفي وكديري وكتديري كل شيء. الله البنات، صافي هنايا ساليت. هذه الخدمه اللي كتجيني شويه صعيبه حيت فيها الغبره. واليوم نسيت الكمامه، ما عرفتش كيفاش تنسيتها هي ونضادر. نورمال كندير واحد النظارات والكمامه، نسيتهم اليوم، ولكن ماشي مشكل الحمد لله. دوزت نهاري وملي ساليت بقيت بحال هكا وانا كنصوص في نيوفي، ولكن الحمد لله على كل حال. شوفوا حالتي هكا، راه شعري كلشي كيولي هكا حيت هنايا كلشي قبص. شوفوا هذه كي ولات. صافي بنات، من كنسالي كنجلس نرتاح، وكنصيفط لي هشام ميساج وتيجي ليا ساعتين. عندي كل نهار ساعتين بنات اللي سولوني. غندير لكم فيديو خاص وغنقول لكم كيفاش تلقيت خدمه وشحال كنتخلص وشحال كنخدم. مهم كاع المعلومات اللي نتوما خليتو ليا في التعليق كتسولوني غادي نجاوبكم فيديو خاص باش ما ندخلش لكم شي فشي، باش حتى نتوما ما تدخوش. ندير لكم فيديو خاص باش تعرفوا داك الفيديو تفرجوا فيه على خاطركم مع شي قهوه ولا اتاي ياك، مورا الفطور لا تفرجتو فيه مورا الفطور. المهم كنجلس نرتاح لي مع راساتي بما جا هشام، حيت من هنا للدار بالطوموبيل 20 دقيقه وبالبيكالا 35 دقيقه. مهم هنا وخليتكم انايا. تهلاو في راسكم. والبنات قالوا لي واش ما كتخافيش؟ المهم فيديو كول شي غادي نهضر معاكم، وكاع دوك التعاليق اللي جاوني في هاد اللي غايجوني في هاد الفيديو ولا الفيديو اللي قبل من هذا غادي نجاوبكم. ايوا الحمد لله على كل حال، الحمد لله. كنسخون دغيا، شوفوا كنتزنق حيت هنا سخون. شوف راه كنخدمها بنصكم. المهم الى عجبكم الفيديو دعموني باللايك، لايك لايك لايك. هاك البنات التشاشي خرجوا تخدموا على والديكم، ما تسناوش من رجالتكم يعطيوكم. والاخوات اللي ما كيخليوهمش رجالتهم يخدموا، شنقول لكم؟ الله يحنن قلوبهم عليكم، لان الخدمه شي حاجه. خرجوا تخدموا على والديكم، اي حاجه بغيتي تشريها خرجي خدمي عليها، ما تسني حتى شي واحد يعطيك شي حاجه. راجلك مفروض عليه، انتيا يكسيك وكل شيء، ولكن بزاف الحوايج عليه هو، حمل ثقيل عليه هو بزاف. الا خرجي خدمي باش تعاوني معاه. حتى جيتي شي حاجه في دارك، حتى جيتي حاجه دير معاك المغرب، حتى شي حاجه تعطي لوالديك، خدمي بدراعك. هادو فيديو تحفيزي باش حتى وحده ما تبقى تمرق من خدمه الميناج، لان الميناج خدمه شريفه، خدمه شريفه. شحال من وحده كتتمرق تقول انا خدامه في الميناج؟ بالعكس، ثقه في النفس، ثقه في نفسك. انا شحال هادي راه هادي عامين درت لكم واحد الفيديو ديال الثقه في النفس. انا كنثق في راسي بزاف، واي حاجه كنديرها كنبغي نقولها لانني انا ثقه في راسي. مادام عجباني ديك الحاجه، تعجب الناس ولا ما تعجبهمش، انا عجباني وحمد الله بها وشاكرها وفرحانه بها. يلا تهلاو في ريوسكم، دعموني باللايك ديالكم وبارطاج. السلام عليكم.